السلام عليكم. إذا نقوم بإنجاز نموذج لاختبار موحد محلي في مادة الاجتماعيات. أولاً التاريخ، نص الانطلاق. عثر على بقايا جبل إيغود أول مرة عام 1960 أثناء عملية استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة. فقد عثر أحد عمال الحفر على جمجمة داخل جدران الكهف، ومن ثم استخرجها وناولها لأحد مهندسي الموقع، والذي احتفظ بها بدوره كتذكار لفترة من الزمن. وفي النهاية شقت تلك الجمجمة طريقها إلى جامعة الرباط، والتي نظمت رحلة استكشافية مشتركة بين المغرب وفرنسا إلى ذات الموقع عام 1961 بقيادة الباحث الفرنسي إيميل إينوشيفي، إذ عثر على 30 جزءا من بقايا ثدييات. في 2017 تمت عملية تأريخ البقايا العظمية لجنس الإنسان العاقل، كشفت عن عمر يتجاوز 300,000 سنة. وجد أيضا غزال مقطع بطريقة تسمح بأخذ نخاعه العظمي، وذلك قرب بقايا نار. عدة حجارات صوان مرتبطة بالعظام محروقة وملقاة بعد استعمالها قرب بقايا نيران قريبة، سمحت بوضع تاريخ دقيق ب 3,315,000 سنة. الموسوعة ويكيبيديا. السؤال الأول، أملأ الجدول بما يناسب انطلاقا من النص. الموضوع النص، زمن الحدث، مكان الحدث، مفهوم؟ إذا موضوع النص هو بقايا إنسان إيغود، بقايا إنسان إيغود، جبل إيغود، بقايا إنسان جبل إيغود. زمن النص عام 1960، 1960، سنة 1960. مكان الحدث، بطبيعة الحال جبل إيغود. السؤال الثاني، أملأ الفراغ بما يناسب. التاريخ الدقيق لأقدم بقايا إنسان عاقل هو كان يسكن فيه ويعتمد في تغذيته على ومن الأدوات التي استعملها. إذا سوف نكمل من خلال النص. إذا هنا سوف تاريخ الدقيق لأقدم بقايا الإنسان، إذا 315,000 سنة، مفهوم؟ واضح. سنة كان يسكن في ماذا؟ في الكهوف والمغارات، كهوف والمغارات، ويعتمد في تغذيته على الصيد، فهم الصيد وقطف الثمار والقنص، فهم؟ من الأدوات التي استعملها الرمح، كان يستعمل الرمح وأدوات تقطيع اللحم، وأدوات تقطيع اللحم. السؤال الثالث، أذكر أنواع الأنشطة الاقتصادية في الحضارة الأمازيغية. إذا الحضارة الأمازيغية أو الحضارة القديمة بصفة عامة، أنشطة الزراعية، بطبيعة الحال الفلاحة، الفلاحة، ثم تربية الماشية، تربية الماشية. السؤال الرابع، أذكر اسمي العدوتين اللتين بناهما الأدارسة بمدينة فاس
وتاريخ بنائهما عدوى، ثم بنيت في أي سنة؟ واضح. إذن هنا عدوى الأندلس بنيت في سنة 808 ميلادية، ثم عدوى القرويين بنيت عام أو سنة 908 ميلادي. عرف المصطلحات الآتية: دار السكة، زينب النفزاوية دار السكة، فهي مؤسسة خاصة لضرب وإنتاج العملات النقدية، مفهوم؟ فهي مؤسسة خاصة لضرب وإنتاج العملات النقدية. زينب النفزاوية هي بنت إسحاق الهواري، هي بنت إسحاق الهواري، مفهوم؟ ولدت سنة 1939 ميلادية، وتوفيت سنة 1072 ميلادية بطبيعة الحال، من قبيلة نفزاوة، فهي زوجة يوسف بن تشافين، لم يبقى، فهي زوجة، وهي زوجة يوسف بن تاشفين. الجغرافيا الثانية، المجال الثاني الجغرافيا. السؤال الأول: ما هو عدد قارات العالم؟ عدد قارات العالم هو 6 قارات، 6 قارات، أذكر جميع هذه القارات. إذا نبدأ بالقارة التي نسكن فيها: إفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا، أمريكا، ثم القارة الأخيرة هي القطب الجنوبي، مفهوم؟ إذا القطب الشمالي المتجمد، أو القارة المتجمدة الجنوبية، القارة الجنوبية المتجمدة أو المتجمدة الجنوبية، واضح؟ ثالثا، اكتب صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية: خط الاستواء هو الخط الأصلي لخطوط العرض، صحيح؟ يقع المغرب شرق خط غرينتش، خطأ، أو يقع في وسط خط غرينتش. يقع المغرب في أقصى غرب شمال إفريقيا، صحيح؟ يطل المغرب على واجهتين بحريتين، صحيح؟ البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي أو الأطلسي. رابعا، حدد حدود بلدنا المغرب: حدود برية، حدود بحرية، عندنا 4 حدودان بريان وحدان أو حدودان بحريان. إذا نبدأ بالحدود البرية، موريتانيا، طبيعة الحال موريتانيا في الجنوب، الجزائر في الشرق، ثم البحر الأبيض المتوسط في الشمال، وأخيرا في الغرب المحيط الأطلنطي، المحيط الأطلنطي غربا، مفهوم؟ اذكر
المناخين السائدين في المغرب. المناخ بطبيعة الحال حار ومعتدل، جاف مناخ الحار والمعتدل، بالنسبة الصيف يكون حارا ومعتدلا بالنسبة للدول عفوا المدن الشمالية والغربية. واضح؟ لا. التربية المدنية يعني واضح. أكتب أمام كل جملة أحد التعابير التالية: حق، واجب، مسؤولية. حق، واجب، مسؤولية. التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة شيء ماذا يعتبر؟ التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة فهو حق. تعرف قواعد المرور واحترامها فهو مسؤولية. مسؤولية يجب التعرف على قواعد المرور أو قوانين المرور واحترامها، مسؤولية. ثم أخيرا الالتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة بطبيعة الحال فهو واجب. وعرف معنى الحياة الخاصة للشخص. معنى الحياة الخاصة للشخص، إذا هي كل المعلومات، كل المعلومات، المعلومات التي تخص، التي تخص الشخص، وله الحق، وله الحق، نتمم هنا، وله الحق في تقرير نشرها. تقرير نشرها أو من استعمالها، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصية، وعلى الآخر احترام هذه الخصوصية. نقطة. سؤال ثالث: أرتب مراحل إعداد ميثاق القسم. المراحل إعداد ميثاق القسم واضح. نخصص في أسفل الورق المقوى مكان لتوقيعاتنا. نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه. نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه جميع المتعلمين. نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. إذن أولا نصنف قواعد الميثاق، واضح. ثم ثانيا نسجل قواعد الميثاق. ثالثا نخصص في أسفل الورق مقوى مكان يتوقع. ثم رابعا نضع نص الميثاق في مكان مناسب، واضح. هكذا. رابعا سؤال أخير: أشارك بمقترحات في وضع ميثاق قسمنا. المقترحات هناك أربع مقترحات: الحضور مثلا، الحضور في الوقت، الحضور في الوقت، المشاركة داخل القسم، المشاركة داخل القسم، ثم ثالثا إنجاز الواجبات المنزلية. إنجاز مثلا الواجبات المنزلية. أخيرا مثلا احترام الأساتذة والزملاء. احترام الأساتذة والزملاء داخل القسم، داخل القسم. إذن بالتوفيق أنهينا من هذا الامتحان. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بحول الله.